سوزي كروز حققت حلمها فقد عدلت سيارة فولكس فاجن تي 3 إلى سيارة تخييم لأنها تريد العيش بحرية تامة. غيرت كل شيء بنفسها سواء الأثاث أو الديكورات. يوجد في السيارة بطاريتان ومحول طاقة، لكنها استثمرت الكثير من الأموال في التقنيات وهي لا تريد التوقف عند هذا الحد. والآن يقدم معرض ديوسلدورف فرصة أوسع لمزيد من التعديلات على مثل هذه السيارة. فبعد النمو في عام 2016 سجل هذا القطاع نمواً واضحاً في عام 2017 فاق 14%. طراز أدريا أكشن المدمج مناسب للميزانيات الصغيرة. توفر السيارة مكان نوم لأربعة أشخاص وتباع في ألمانيا بدءاً من 16,000 يورو. في الخلف يوجد مطبخ وحمام واسع مع مغسلة قابلة للطي ودوش، وتتوفر حسب الرغبة قاعدة شواء قابلة للسحب. هومر من الشركات القديمة في مجال سيارات الرحلات. قبل 60 عاماً بدأ الإنتاج المتسلسل لسيارات الرحلات، ومنذ عام 1972 تصنع الشركة سيارات الرحلات بشكل كمي. ماريا دوناو كرست حياتها لسيارات الرحلات، وخلال 55 عاماً شاركت في كل معارض الكرفان ولا تزال تتذكر البدايات. لقد حدث الكثير ونحن شاركنا في صنع التطور. أذكر أولى سيارات الرحلات التي صنعناها وكانت من دون ثلاجة أو حتى تدفئة. لقد أجرينا فتحة في الأرضية لتركيب ثلاجة فيها، فعلقنا حوض ألمنيوم في الأسفل ووضعنا غطاء فوقه لنحصل على الثلاجة. كل هذا أصبح جزءا من الماضي. منذ عام 1979 تصنع هومر مركبات معزولة بالرغوة. عملية العزل تحسنت بالطبع مع الوقت. لدينا اليوم نظام مغلق بالكامل. صحيح أنه توجد نوافذ وفتحات سقف وعلينا لصقها في مكانها، لكن الهيكل كله خال من العفن. ليس لدينا خشب في الجدران، والعزل يعادل عزلا كاملا للجدران بسماكة 80 سنتيمترا. في المعرض تتركز الأنظار على سيارات الرحلات للعام المقبل. أحد الموديلات الفاخرة هو بي كلاس اس ال من شركة هومر، بطول 7 أمتار و80 سنتيمترا وارتفاع 3 أمتار، يوفر مكان نوم لخمسة أشخاص. ترتكز السيارة على هيكل قاعدي مصنوع من معادن خفيفة، ويبلغ وزنها 4.5 طن. الشركات منفتحة على الطاقة الكهربائية كما تبين دراسة إيهوم لشركة تتلفس. النموذج الأول يستخدم الهيكل القاعدي ديلي إلكتريك من شركة إيفيكو. النقل الكهربائي سيكون له مستقبل كبير، ونعتقد أن النقل الكهربائي في مجال سيارات الرحلة سيحقق تقدماً أسرع مما يعتقده كثيرون. ما نقدمه هنا هو مجرد دراسة، ولا يزال أمامنا طريق طويل حتى تصبح السيارات صالحة للإنتاج المتسلسل. في المنطقة المحيطة بالمعرض تجذب مقطورة اس كارابان من شركة جرين كات تكنولوجي الأنظار إليها. البيت المتنقل المستقبلي يستطيع استخدام الشمس والرياح للتزود بالطاقة. المميز هنا أنه وتبعاً لاتجاه الشمس تدور الكتلة التي تزن 2.5 طن على سكة خاصة حول محورها الرئيسي، بحيث يمكن الاستفادة من طاقة الشمس على نحو أمثل. في الداخل مطبخ ومساحة كبيرة للأغراض ومرحاض مع دوش منفصل. يصل عرض المقطورة إلى 2.5 متر فقط، ويمكن نقلها بواسطة سيارة سحب. عشية المعرض احتفل قسم سيارات الخدمة لدى فولكس فاجن بالعرض الأول لسيارة كاليفورنيا إكس إكس إل التجريبية والمأخوذة عن موديل كرافتر الحالي. الفكرة من وراء هذه السيارة نقل مواصفات موديل كاليفورنيا إلى فئة السيارات التالية.
الفكرة نشأت مبكرا جدا عند تجارب القيادة الأولى لموديل كرافتر. سألني عدة زملاء من ماركات أخرى متى سنرى سيارات كاليفورنيا على أساس كرافتر، وحينها ترسخت الفكرة لدينا وقمنا بتبنيها وتطبيقها على النموذج التجريبي لهذه السيارة. في سيارة كاليفورنيا XXL خمس مناطق سكن مختلفة في مساحة ضيقة. إذا بدأنا من الخلف، السرير بطول مترين يمتد على كامل عرض السيارة. لدينا في الصالة الخلفية جهاز عرض. إذا فتحت غرفة الدش أرى كيف تدخل الأرضية تحت منطقة المطبخ وتكشف عن حوض الدش. في الأعلى يوجد دش رشاش يمكنني استخدام المرحاض أيضا. على الجدار مغسلة قابلة للطي، ومن الأفضل طبعا إغلاق الباب بالكامل عند استعمال المرحاض. لم يحدد بعد متى ستطرح كاليفورنيا XXL في الأسواق وكم سيكون سعرها، وليس لدى فولكس فاجن أي شك بشأن طرح السيارة في الأسواق. وستنطلق سوزي في مغامرة كبيرة وأحلام جديدة، فهي وجدت أخيراً الرفيقة المثالية لقضاء العطل. أنا متشوقة للانطلاق بالسيارة والطبخ وركوب الأمواج. ولكل الذين لا يريدون أو لا يستطيعون بناء سيارة الرحلات بأنفسهم، يوقظ المعرض رغبتهم بالسفر والترحال.